عند كل أزمة يسيطر الخوف على نفوس الأفراد ويدفعهم نحو تقليص مصروفاتهم والحرص أكثر على مدخراتهم. هذا الخوف يظهر في بيانات بنك الكويت المركزي الخاصة بتحويلات المقيمين في الكويت، والتي انخفضت خلال عام كورونا بنحو 1,400,000,000 دولار. بسبب الكورونا صار عند إجمالا المقيمين بدولة الكويت خوف كتير كبير من المجهول، هل رح تستمر أزمة كورونا؟ هل رح تتعطل أعمالهم؟ هيدا الشيء خلاهم يخافوا ويوقفوا تحويلات تا يسيفوا فلوس أكتر للأزمات. تداعيات وباء كورونا نتج عنها تسريح الكثيرين من أعمالهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض قيمة الأموال التي حولها المقيمون في الكويت إلى بلدانهم. كنا خايفين من كورونا ومش قادرين نحول بقدر الكافي، مش عارفين، المعاشات كانت أقل، وضع كان غير، العمل قل والدوامات قلت والأمور سكرت كلها، فأكيد طبعا العائد المادي بيكون قليل. للأسف لا، لأن طبعا الشغل كان قليل أو ما كانش فيه شغل تقريبا، فما كانش فيه تحويلات بالعكس. وفي عام كورونا تراجعت تحويلات المقيمين في الكويت إلى الخارج بأكثر من 7% عن عام 2019 لتبلغ 17 مليار دولار، وذلك وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات لعام 2020. وتبقى التوقعات غير مؤكدة ما إذا كانت هذه الأرقام ستشهد ارتفاعا خلال 2021 أم ستتراجع كالعام السابق. أعضاء مجلس الأمة الكويتي يصرون على فرض ضرائب على تحويلات المقيمين إلى بلدانهم، فهل سيؤثر هذا القرار على حجم تحويلاتهم إن تم اعتماده مستقبلا أم سيخلق سوقا سوداء للتحويلات؟ كلها فرضيات ستجيب عنها الأيام إذا ما تم تطبيق القرار. من الكويت، خالد كبس، كان نيوز عربية.